محدثكم محمود داود من المطبخ. محدثنا في أمور الكتاب المقدس من المطبخ، هل ده من قبيل الأدب والاحترام اللي حضرتك دايما بتقول إنك بتكلمنا بيه؟ الذهب يعني من باب اللحمه الوطنيه، بعض اصدقائنا المسيحيين يعني وزمايلنا كده قال لك ايه، انا عايز اعجن معاك يا عم، الصينيه صغننه، اعجن معاك يا محمد، اتفضل اعجن يا عم. الصينيه يقول لي لا انا عايز اعجن عجن من نوع تاني، تعمل مكرونه بشاميل مثلا، اقول لك لا يا عم هعجن في حاجه تانية. اتريه عايز يعجن في ايه؟ عايز يعجن المفترض في نصوص، والنصوص هذه موجوده في كتاب، المفترض ان هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، موحى به بقى ومساقين بروح القدس وحاجات زي كده. عجن في نصوص الكتاب المقدس وموحى به ومساقين من روح القدس وحاجات زي كده، ايه ده؟ لان عندهم سفر اسمه سفر اخبار الايام الثانيه صح 21، بيتكلم عن واحد اسمه يهورام. يهورام ده مات وعنده 40 سنه، ابنه مسك مكانه اللي اسمه اخازيا. اخازيا ابنه ده مسك بعده وعنده 42 سنه. اديني عقلك هاو كام، ما تدخلش على النافوخ، تدخل في العقل يا فندم. وادي حل مقترح، ده خط حياه يهورام الاب، وده خط حياه ابنه اخازيا. البدايه من هنا، الولاده اهي، بيستمر خط الحياة لحد سنة 17-18، بيخلف ابنه أخازيا. هنا بيبتدي حياة أخازيا، اهي حياة أخازيا الخط اللي تحت. طيب يهورام مستمر من سنة 17 سنة 32، بيتم تتويجه زي ما مكتوب. آخر سنتين في حياته من 38-40 بيعي وبيموت. هنا بيحكم أخازيا للمرة الأولى في سنة 22، أو قبل وفاة باباه بسنة، في حياة والده، في مرض والده، زي ما حصل في كتير قوي في تاريخ الملوك، زي ما مرنبتي حكم في حياة رمسيس، زي ما سليمان حكم في حياة داود مكتوب في الكتاب. كانت فترة اضطرابات وفترة حكومة مضمحلة، سواء في حكمه أو في حكم باباه، زي ما موجود هنا. وبالتالي هو حكم سنة واحدة لحد سنة 23، اضطر انه يغادر الحكم، لان مكتوب في سفر الأخبار التاني اصحاح 21 انه استولوا على يهوذا وفتحوها. اهو يا فندم الاعداد 16 و17، واهاج الرب على يهورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين، فصعدوا الى يهوذا وافتتحوها. وبالتالي ساب الحكم بعد سنة بسبب الاضطرابات في سنة 23. استمرت الاضطرابات لحد ما قدر انه يحكم مرة تانية، حكموه مرة، خلوه يحكم مرة تانية في سنة 42، ادي الحكم التاني يا فندم. استمر حكمه لمدة سنة وتوفى، خلصت، مفيش اي مشاكل. يا جماعة طبعا ان كتاب سفر ياشر ده مش موجود، وهنتكلم عنه يعني بعد شوية. معلومة غير صحيحة ومش بقول غير امينة يا فندم، سفر ياشر موجود ككتاب تاريخي مش ككتاب وحي. بالاضافة الى ان سفر ياشر ده يا فندم مش موجود، يعني مش موجود يا محمود، ملوش وجود يا فندم، يعني اللي هو ايه، اوكي، كان مذكور قديما في اسفار اليهود، قال لك ايه، كما هو مكتوب في سفر ياشر، كما هو مكتوب في سفر ياشر مرتين. فين سفر ياشر ده يا فندم؟ ضاع، فقد. ليه؟ قالك اصل ده سفر تاريخي مش من الكتاب المقدس، ما يلزمناش، ما نعرفهوش، ما بيحبوش، وخلاص اختفى السفر يا معلم. حلو، ازاي القوموس بقى يقول لك اصل مكتوب في سفر ياشر؟ اللت والعجن بقى بتاع زمايل المسيحيين، لت وعجن لا تعليق. واحد يقول لك اوه لا 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 لا، كيف هو كان سفر ياشر موجود؟ فين يا فندم؟ هات لي منه 5 سطور بس، هات لي غلاف الكتاب. سفر ياشر اهو، اهو يا فندم قدامك سفر ياشر اللي حضرتك بتقول مش موجود، اهو بالعربي وبالانجليزي كمان قصاد بعض. السفر موجود يا فندم زي ما حضرتك قلت، كتاب تاريخي مش سفر وحي، 91 اصحاح قدام حضرتك، بصراحة عشان وقت الفيديو بس. وطبعا بيتكلم عن نفس الموضوع، عن الصراع مع العرب والفلسطينيين، وعن احتلال يهوذا. موجودة في سفر ياشر زي ما موجودة في أخبار الأيام الثاني 21، الأعداد من 16-18. أي مرجع بيتكلم عن سفر ياشر يقول لك ده سفر تاريخي وفقد. بح، باي، ضاع، مش عندنا، راح. كيف كيف يجي أبونا القوموس ارمي يا بولس يقول لك أصل ده موجود في سفر ياشر؟ طب أنت جبته منين يا فندم؟ يعني هل حضرتك حضرت روح الكتاب مثلا يعني؟ يعني زمان المسيحيين يقول لك اصل الكتاب موجود علشان يدافعوا عن حضرة القمص ويدافعوا عنه بالبط. يا جماعه الكلام ده كده يعني يا فندم، احنا كده خرجنا من نقره وقعنا في دحديره. واضح فعلا، وكتر خيرك على كل حال. يا جدعان الكلام ده قسما بالله جيب لنا جدري، يابا احنا مش ناقصين وحيات وربنا ما ناقصين، طايه بقى والعجنايه واللتال مش عارف لها طايه يعني، ما علينا، فلو حاجه منتهى الاحيه. يا عم بالله عليك يا جدعان، وحيات ربنا الواحد هيجي له حصبه ويموت، واحنا ليه بنعد على الضلال؟ مش محتاجه فتاكه، ما يلزمناش، ما نعرفهوش، ما بيحبوش، اللت والعجن بقى بتاع زمايل المسيحيين. واحد يقول لي اوه لا 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 لا، كيف هو كان يعني هل حضرتك حضرت روح الكتاب مثلا يعني؟ العجنه او اللته اللي بعدها مش مشكله،
هو كدتي كيفي كده نونوت في دماغي يا معلم ان هو الا التايه والعجنيه اللي بعد كده. قال لك زميل المسيحي يقول لك